أهلا ومرحبا بيك عزيزي المشاهد، كل سنة وحضرتك طيب. بالمناسبة الجميلة اللي بتملأ أرجاء العالم والعالم كله بيحتفل بيها، ميلاد شخص ربنا يسوع المسيح، اللي حديث عنه عن ميلاده يملأ كل صفحات الكتاب المقدس من العهد القديم للعهد الجديد. حتى في السفر الجميل سفر أستير، اللي الكتاب المقدس لم يذكر مرة واحدة في هذا السفر اسم الله، لكن في كل الكتاب المقدس أو في سفر أستير كله أقدر أشوف في كل واحدة من صفحات هذا السفر الله موجود بصورة واضحة. وده اللي قاله الكتاب المقدس عن مجيء المسيح لما جاء إلى العالم، الله معنا. ما كناش نقدر في العهد القديم نقول إن الله معنا، لكن في العهد الجديد نقدر نقول ده. عايز أشاركك عزيزي المشاهد بالآيات اللي ذكرت في إنجيل أو في كلمة الله في سفر أيوب أصحاح 23، لما كاتب سفر أيوب قال الكلمات دي: ها أنا ذا أذهب شرقا فليس هو هناك، وغربا فلا أشعر به، وشمالا حيث عمله فلا أنظره، يتعطف الجنوب فلا أراه. كان البحث عن مجيء المسيح والبحث عن الله كتير قوي. في العهد الجديد لما جه المسيح وولد ومات من أجل الإنسان، قدر يقول الرسول بولس في أعمال 17 عن المسيح وعن الله: صنع من دم واحد كل أمة على الأرض لكي يطلبوا الله لعلهم يلتمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس ببعيد. لما ولد عزيز المشاهد المسيح في العالم ومات من أجل الإنسان، بيقريب منك وقريب من حياتك وقريب من كل أمورك. عشان كده إذا الوقت ده أنت مشتاق تعرف المسيح وتتقابل معاه، عايز أشاركك بكلمات رسالة روميا أصحاح 10 اللي الكتاب المقدس شاهد فيها وقال فيها الكلمات دي: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي ليحضر المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية أي ليصعد المسيح من الأموات، لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان الذي نكرز بها. إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. عزيزي المشاهد، المسيح جاء إلى العالم مولود في مزود إلى صليب العار في قبر مستعار، وأنت يا ترى ما هو رد فعلك تجاه هذا المصلوب البار؟ هل قبلت مخلص؟ هل أخذت القرار؟ اليوم المسيح يقرع على بابك وأنت لك الاختيار.